أهلا بكم، تغطية مستمرة من العربية ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. يحبس المغرب أنفاسه ومعه العالم في أسوأ كارثة ضربت البلاد منذ أكثر من 6 عقود. زلزال الحوز أودى بحياة 2122 شخصا وأوقع آلاف الجرحى ودمر قرى في مناطق جبلية على أطراف مراكش، والحصيلة بازدياد. وبعد الزلزال الكبير الهزات الارتدادية تكاد لا تتوقف، ليعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي رصد 9 هزات ارتدادية، فيما يكافح عمال الإنقاذ ويسابقون الزمن لإخراج العالقين من تحت الركام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.